ونبدأ مشاهدينا الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج العذراء الترابي حتى الساعة 8:19 من مساء السبت، ليدخل برج الميزان الهوائي ويبقى فيه حتى الساعة 4:07 من فجر الثلاثاء، ثم ينتقل إلى برج العقرب المائي ويمكث فيه حتى الساعة 8:44 من صباح الخميس، ليدخل برج القوس النار ويبقى فيه حتى الساعة 11:12 من ضحى السبت، لينتقل إلى برج الجدي الترابي ويظل فيه حتى الساعة 1:02 من يوم الاثنين الأسبوع المقبل. إذن هذه هي وضعية القمر في الأبراج لهذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل. حاليا في برج العذراء الترابي، من مساء اليوم السبت وحتى فجر الثلاثاء في برج الميزان الهوائي، من فجر الثلاثاء وحتى صباح الخميس في برج العقرب المائي، من صباح الخميس وحتى ضحى السبت في برج القوس الناري، من ضحى السبت وحتى ظهيرة الاثنين في برج الجدي الترابي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح مبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تأخير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. الفترة الأولى والتي بدأت من يوم الجمعة من الساعة 1:08 من بعد منتصف الليل وتستمر حتى الساعة 8:19 من مساء السبت، يوم الاثنين من الساعة 3:51 فجرا وحتى الساعة 4:07 من فجر الثلاثاء، يوم الأربعاء من الساعة 10:16 ليلا وحتى الساعة 8:44 من صباح الخميس، يوم الجمعة من الساعة 10:43 صباحا وحتى الساعة 11:12 من ضحى يوم السبت. مشاهدينا الكرام، أرقام الهواتف 00971436720 مكرر 89 و00971436720 مهيئة أمام حضراتكم للمشاركة، أو تواصلوا معنا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. وننتقل لأول مكالمة، نشوف من يعني خطلو. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، من يعني؟ ممكن أعرف برج مامان؟ تفضلي، من هي آية؟ أنا عبير لك. أنا وسهلا عبير، إيش قد مواليد ماما؟ مواليد ماما مواليد 70. نعم. بشهر 5/17. أوكي. طبعا والدك من مواليد برج الثور، شنو السؤالك بالتحديد عبير حتى أجاوبك على الأسئلة اللي ببالك؟ أريد أعرف أرقام الحظ مالتهم. عندنا 88 7 3 و6 و8، أرقامها 3 و6 و8. عبير وايد أعرف على حياته. زين، الفترة الحالية هي لمواليد برج الثور بصورة خاصة فترة إيجابية بشتى مجالات الحياة، على اعتبار أن الشمس حاليا في برجهم، فبالتالي شوية وضعهم يعني نقدر نقول عليه يعتبر أفضل شيء خلال السنة بالنسبة لباقي مواليد الأبراج حاليا. بس الشيء الوضع الوحيد اللي يضغط عليهم وخاصة خلال اليومين المقبلة شوي، راح مواليد برج الثور يحسون بضغط في مجال الصحة. هذا الضغط عندهم صار فترة هو، وراح يعني يظل مستمر وياهم لغاية نهاية شهر 7 تقريبا. الشيء يعني الوحيد خلاصة القول، انتبهون إلى مجال الصحة، مجال يعني صحتهم بشكل خاص، يتجنبون يشيلون أشياء ثقيلة إلى آخره. الفترة هذه السنة أيضا إيجابية لمواليد برج الثور من نص شهر 7 وصاعدا إن شاء الله، فيما يخص مجال العقارات، السكن، ممكن مثلا يشترون شيء يعني أثاث على أبسط الاحتمال يعني أسوأ الاحتمالات، أو يغيرون ديكور البيت، أو يغيرون البيت نفسه، ينتقلون إلى سكن أفضل إلى آخره، ويحسنون علاقاتهم العائلية.
عندها يعني سفرة، يعني عندها حوالي سفرة، يعني تروح بحال شيء. السفر ما عندها مشكلة، إذا تريد السفر الفترة الماضية كانت إيجابية لحد سبعة، يعني لحد قبل كم يوم، لحد ثلاث أيام الماضية كانت فترة إيجابية، حاليا وضعها طبيعي، هي يعني عندها مجال السفر أوكي، على اعتبار إنه المشتري في برج السرطان هذا يعتبر لها البيت الثالث المسؤول عن السفر. بس تتجنب الفترة اللي حتكون بشهر السادس، إذا بشهر السادس أنا ذاك شوية لا يكون الوضع يعني مو إيجابي لكل مواليد الأبراج. يعني هي عندها رزق بهاي السنة إن شاء الله؟ رزق طبيعي يعني ما عدا فد مكاسب قوية، ولا بنفس الوقت أكو يعني أكو صرف، أكو كل برج عنده فترات إيجابية من ناحية المادة السفر، يعني أكو فترات معينة من السنة، أكو أيام معينة من السنة على سبيل المثال تكون إيجابية من ناحية الرزق إلى آخره. بس المهم ما عندها شيء مثلا يعني ما عندها نفقات على سبيل المثال. أو ممكن أعرف برج أخويا؟ مش قد مواليدة بس بشي مختصر عبيد. مواليد إيه بس هالبرج مواليد 88 بشهر التاسع بي 16 88 16 9 اي الشهر التاسع ب 16 اوكي. هو من مواليد برج العذراء، شنو سؤالك؟ يعني ارقام الحظ مالتي 5 و7 على مود الصحه مالتي. ارقامه 5 و7 من ناحيه صحيه ما عنده مشكله، هو بشكل خاص يعني اول شيء صغير ما عنده مشكله من ناحيه صحيه، ثاني شيء هو بشكل خاص مثلا ينتبه الى منطقه المعده، الفترة الحالية فترة إيجابية لمواليد برج العذراء من ناحية صحية على اعتبار أن عندهم كوكب الزهرة في برج الحمل، هذا يعتبر لهم البيت السادس المسؤول عن الصحة، فبالتالي نقدر نقول على وضعهم الصحي إيجابي. أوكي عبير؟ أوكي عيني، شكرا عيني. أهلا وسهلا بيش. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو ألو. نعم ألو ألو. نعم نحكي. تفضلي انت على الهواء. الو الو الو. نعم انت على الهواء تفضلي. الو الو. نعم مشاهدينا الكرام، ارقام الهواتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه ما هي لاستلام مشاركاتكم او تواصلوا معنا على الفيسبوك البرج العالي facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. أي سؤال يوجه إلى صفحة البرج العالي على الفيسبوك يكون من خلال الرسائل فقط وليس على المنشور العام أو على البوستات العامة اللي أنشرها أنا، لأن هذه أمسحها بعد ما ينتهي البرنامج. فالأسئلة يكون يعني السؤال يكون يتوجه فقط من خلال الرسائل وليس تحت المنشورات العامة اللي تنشر في الصفحة. ألو ألو. مرحبا. مرحبا، هلا بيك. الله يخليك، أريد أسأل على البرج الجدي. تفضلي، منو جاية؟ تفضلي أنت على الهواء. 27/12. نعم 27/12 مواليد. تفضلي سمعتك، تفضلي بس اعطيني المواليد كاملة وسمعيني من التليفون بلا زحمة. 64 من جاية؟ سمعيني من التليفون بلا زحمة عليك، ركزي على التليفون. ماشي. أنا تفضل. مريم. مريم سمعيني من التليفون بلا زحمة، شنو سؤالك؟ أسأل عن برج الثاني. سمعيني من التليفون. أوه. مريم بلا زحمة عليك حتى لا تروح المكان. أعرف على حظي، حظي واقف، مالي حظ بأي شيء. أنت من مواليد برج الجدي مريم، أرقامك 5 و8 و9، من ناحية الحظ نعم أنت غير محظوظة، بس هذا مو معناه أنه ما تنجحين، بالعكس يعني عندك فرص يعني تنجحين بس على حسب اجتهادك الشخصي وليس على عنصر الحظ. تطلع لك بمشاكل أنت بغنى عنها بين فترة وفترة، السيطرة عليك حالات من الاكتئاب والتشاؤم بدون سبب مقنع، وايضا انت من النوع الانسان الجريئه المندفعه، يعني رغم انه انت شخصيتك تكون متناقضه ما بين الواقعيه والجديه وما بين الـ يعني والـ يعني
حابين تمشين على ارض خطو يعني على ارض صلبه او خطوات مدروسه او بنفس الوقت تعمل عن كل شيء. الله يرحم امك ابوك قاعده اسمعك بس خاف الرصيد لان انا قاعده الدولي هذا خاف راح يفصل الكلام. لا ما يخلص حد يقول لي راح اتزوج ولا لا. والدك تعرف لي دقيقه تقول لي عن كل شيء. الله يرحم امك ابوك. ما دقيقه عليك يا فش مريم عليك يا فش مو خاف يقطع ما عندي رصيد. لا ما يقطع لا تخافين تليفوناتنا رخيصه مو تجاريه الحمد لله. لا مو انا من برا قاعد احكي مو من العراق. اي اوكي اي اي تليفونات التلفزيون مالتنا احنا الحمد لله تليفوناتنا مو تجاريه يعني اوكي عليك اسفاي مو انت ضيعتي. ممكن اريدك ضروري ممكن رقمك. انا رقمي لا ما انترى اذا تريدين سألك سؤال وجهي على الفيسبوك. المهم انت عندك الفتره هذه السنه مريم قولي راح اتزوج ولا لا. الله ما ادري بيها هاي الاشياء ما اعرف فيها مريم بس عندك فرصه عندك فرصه ان شاء الله تستمر لغايه نص شهر سبعة. هذه افضل سنه لكم انتم مواليد برج الجدي من ناحيه الزواج على اعتبار انه المشتري عندكم بالبيت السابع المسؤول عن الزواج فبالتالي عندكم يعني تكون في السنه فرص ايجابيه من ناحيه الارتباط او يعني الزواج الى اخره. بالنسبه للعزاب المرتبطين تكون عندهم فرص الارتباط خطوبه زواج علاقه جديده. بالنسبه للمتزوجين يحسنون علاقتهم اذا لا سمح الله عندهم مشاكل او بها توترات.